ابلش ادور يعني على اصدقائنا، بلكي القى فريق نسوي في البرنامج حلو يعني معلومات حلوه. ابقى هنا بمكانك، جائزه حلوه، يلا تختار. السلام عليكم أصدقائي وأحبائي. طبعاً اليوم غير شكل، اليوم حلقة جديدة، برنامجنا برنامج صندوق شهاب. شو اسم البرنامج؟ صندوق شهاب. اليوم معلومات حلوة وأسئلة حلوة وفقرات جديدة، تعالوا ويانا لا تعوفونا لأنه راح تكون مفاجآت كلش حلوة. يلا أصدقائي تعالوا ويانا خلينا نشوف أصدقاء. أعطيك الأسئلة وتعطيني كاكاوات. عفيه، إذا أنت ما تحب الغشاش مو؟ أحسنت أصدقائي. طبعا نلتقي بصديقنا، هذا الصديق صريح طبعا وحباب، وما قبل أنه أني أغشه، قال لا، معناها يريد ينجح بالسؤال هو. يلا أصدقائي شو اسمك يا أحد صديقي؟ سبع. علي صوتك خلينا نسمع. سبع. عفيه سبع. هذا برنامجنا، برنامج اسمه صندوق شهاب، يعرض على قناة الفضائية. خوش، اكو اسئلة حلوة واسئلة سهلة، تمد ايدك بهذا الصندوق وتطلع لنا السؤال، لانه يعني منتظرتك الجائزة. اصدقائي الجائزة يمكن راح تصير من نصيبه، ولو هو يستحق طبعا، لانه مقبل اني اغشه. يلا صديقنا، يلا. عافية. ما اسم النبي الذي ابتلعه الحوت؟ نبي ابتلع الحوت، اصدقاء شمروا وابتلع الحوت، شو اسم النبي؟ يلا يلا تذكر. يوسف. لا لا لا، هذا نبي الله يوسف. يونس. من هو؟ يونس. عافيه نبي الله يونس، وانت طبعا من البدايه تستحق الجائزه، لان انت ما خليتنا احنا نغشك، فنقول لك ألف مبروك ورمضان كريم عليك. يلا زيوني جيب الهدية لصديقنا السبع. يا صف سبع سلام ابتدائي. عفيف، تتمنى تصير من تكبر؟ أتمنى أصير دكتور. الله، يا رب إن شاء الله تصير دكتور وتحقق كل أمانيك. خوش، هاي هديتك ونقول لك ألف ألف مبروك. يلا باي 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 باي. طبعا أصدقائي راح نفطر ونشوف اصدقاء جدد واسئله جديده ومعلومات كلش حلوه، خلوكم ويانا وتعالوا زيوني. اذا خلصنا البرنامج ناكل انا وياك كنتاكي. خوش؟ انا من هسه جعت، من هسه جعت. يلا خلينا نكمل وبعدين ناكل، تعالوا وياي. أصدقائي ونلتقي بصديقتنا الحبابة الأمورة، شو اسمك؟ رقية. ما شاء الله، رقية ويا الصف؟ ثالث. عافية. رقية، سؤالنا طبعاً أنتِ تربين حيوانات في البيت، عصافير مثلاً، بلبل، ايه؟ شنو عندكم؟ عندنا بزون. بزونة؟ شو اسم البزون؟ كفوش. كفوش، زين هذا يعني كفوش، همينة مثلاً يجي يفتح الثلاجة بسكوت، يبوق الأكل، لو هاي بس بالكرتون؟ لا بس بالكرتون. أكيد؟ أكيد. زين، راح نسأل السؤال. إحنا عندنا برنامج اسمه صندوق شهاب، برنامج حلو طبعاً وبي معلومات وبي أسئلة كلش حلوة. هذا الصندوق راح تمدين إيدك بيه وتطلعين لنا سؤال. يلا 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 يا صديقتي. عافية.
هذا السؤال كل السهل. ابقوا ويانا وسمع السؤال بس مو تغششوها. يلا سؤالنا يقول: من هو النبي الذي أمره الله سبحانه وتعالى بصنع سفينة؟ أكو سفينة كبيرة، كل كبيرة الحيوانات كلها صعدت بيها، الله سبحانه وتعالى أمره أنه يبني سفينة، من هو يا نبي؟ النبي نوح. عافية نبي الله نوح، أحسنت يا صديقتي وفزت ويانا بجائزة كلش حلوة. يلا زيوني روح جيب لها الجائزة، تستحق هاي رقاوي الحبابة. يلا شو تقولي أم قلم؟ رمضان كريم. رمضان كريم عليكم وعلينا. عافية رمضان كريم عليكم إن شاء الله يا ربي، وكل عام وانتم بألف خير والصحة والعافية لكم، وتعالوا ويانا وأكو هدايا وجوائز كلش حلوة. يلا باي 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 باي. تعال انت انت باي باي لو هي باي باي. امشي ورايا انتظرونا راح نلقى أصدقاء هواية. انت ما تدري؟ ايه انا ما ادري بس شو اهلا صديقي عز حبيبي، اليوم نلتقي بصديقنا. وش تتفاوع؟ جوا علي ما تتفاوع؟ دور على بابا؟ لا بعد المناظر الحلوه؟ ها؟ لا ويا عمي. عافيه ويا عمو. زين نقول لك رمضان كريم عليك ان شاء الله يا ربي، وكل عام وانت بخير، وريد نعرف اسمك. حيدر. حيدور يا صف حيدر رابع. ما شاء الله بصف الرابع. زين حيدوري عندنا اسئله حلوه ببرنامج صندوق شهاب. انت شنو هوايتك؟ اصير هاي. شو تتمنى تصير؟ شرطي. عافيه رجل الشرطه يحافظ على الامن والامان مو؟ يلا اريد هسه تخلي ايدك بالصندوق وتطلع لنا السؤال، يا رب يكون سؤال سهل، لانه اذا ما جاوبت على السؤال راح تخسر الهديه. شو تقول يا الله؟ يلا هذا السؤال سهل خوش. سؤالنا يقول: كم ركعة في صلاة الفجر؟ كم ركعة؟ ركعتين. عافية ركعتين صلاة الفجر، وألف مبروك وحصلت ويانا جائزة. اليوم تغديت؟ نسينا احنا بعدنا لحد الآن عبانا نتغدى. فطرت اليوم؟ ايه أكيد بالعافية. ودائما ورا الفطور واحد يقوم شوي يتحرك، يلعب رياضه خفيفه، لانه اذا تلتقم بطننا النوم بعد ما نقدر نتحرك، مو صحيح؟ ايه يلا اخذ الجائزه مالتك، وكل عام وانت بخير يا ربي، والف الف مبروك. زيوني وين راح؟ راح يجيب الجائزه بس وين راح ما اعرف. جبتها؟ عافيه، باي باي. زيوني زيوني شو تقول لو نصعد نروح نلعب الملاعب؟ والله اي نلعب؟ اي تعالوا ويانا راح نلعب ملاعب كلش حلوة. هيا وين راح زيوني؟ وين راح زيوني؟ لا أنا كنت أدور عليك، أنت وين رحت؟ وين رحت؟ جينا واقف يم صديقي. يم صديق؟ هذا صديقك؟ اصدقائي نتعرف على صديقنا وصديق زيوني. شو اسمك يا حبيبي؟ احمد اسامه. ما شاء الله حمود يا صف؟ خامس. صف الخامس معناها شاطر، عندك معلومات حلوه. شكرا. اكيد؟ اكيد. يلا ويانا سبع؟ وياكم. هذا برنامج بيه اسئله واجوبه وبيه جوائز هواي كلش حلوه. خوش؟ يلا. برنامج صندوق شهاب، يلا مد ايدك. تدرون شنو السؤال لو ما تدرون؟ تدرون لو ما تدرون؟ سؤالنا يقول: ماذا تسمى
اللغة العربية. بما تسمى؟ شو يسموها يا لغة؟ يا لغة؟ القراءة. بعدي بعد بعد. القرآن. القضاء. القضاء. بعد 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 يلا بعد. لغة الضاد. عافية. لغة الضاد تسمى بلغة الضاد. ونقول لك ألف مبروك الجائزة. زين احنا نريد نعرف شنو أمنيتك بالحياة؟ نصير دكتور. عافية ما شاء الله. وانت تعرف طبعا الدكتور لازم يدرس ويتعب ويجتهد حتى يصير دكتور. صح. مو صحيح؟ صح. تحب بابا وماما؟ يس. عندك اخوة؟ ايه. تحبهم؟ ايه. تدير بالك عليهم؟ ايه. يلا ان شاء الله يا رب تحقق كل امانيك وهذه الجائزة والف الف مبروك. باي باي. سلمنا على بابا وماما. تعال زيوني بصفي. زيوني. حقول لك شغلة واحدة. تعال وراي. السلام عليكم اصدقائي. تعرفون هاي المشية مال من؟ هاي المشية مال بطريق. البطريق شلون يمشي هيك؟ ونلتقي بصديقنا. يلا شلونك يا حبيبي؟ اسمي احمد خالد جمال. عافية. رمضان كريم عليك يا صديقي الغالي. حبيبي. يلا عندنا اسئلة كلش حلوة وعندنا برنامج اسمه صندوق شهاب يعرض على قناة الفضائية، قناة شهاب الفضائية. نعم. يلا شنو هوايتك؟ السباحة. سباحة. طبعا السباحة من الرياضات، الرياضة اللي ممتعة طبعا وكلش قوية وكلش حلوة. يعني احنا هذا اذا شط نجي تانياك نلعب بالمي؟ اكيد ما تخاف؟ لا. تعرف تسبح؟ اي. احسنت. زين سؤالنا يقول تمد ايدك بالصندوق. تمد ايدك بالصندوق. يلا سؤالنا يقول تمد ايدك بالصندوق وتطلع لنا الاسئلة لانه هذا السؤال بيه جائزة. خوش تتبوع على الورقة ممنوع من عن باتن. يلا ركز وياي، ركز على السؤال بجائزة وجائزة كلش حلوة وكبيرة. في أي سورة توجد آية الكرسي في القرآن الكريم؟ يلا بيا سورة. سورة البقرة. عافية. أحسنت. في سورة البقرة توجد آية الكرسي. ونقول لك ألف ألف مبروك ويا رب ان شاء الله تحقق له اماني وتصير اكبر سباح بالدنيا كلها. يلا مبروك حبيبي. شكرا. نقول لك رمضان كريم ان شاء الله يا ربي وسلمنا على بابا وعلى ماما وصير شاطر ان شاء الله. تصير سباح؟ اي. يلا جيب تشوف وخلنا نسبح انا وياك. يلا باي باي. اصدقائي طبعا انا هسه راح اتخيل نفسي انا بطريق، بس انا هروح ادور بطريق وين يعيش غير بالثلوج. يلا تعالوا انا على الثلوج. أصدقائي أحبائي طبعا نلتقي بصديقنا وآني اليوم طالع حرب وقتال مع الوحوش. شو تقول نقاتل الوحوش؟ ايه. شو اسمك؟ كيان. عافية. كيان. كيان يصف؟ أول. أول ما شاء الله. كيان أنت شاطر؟ ايه. تحب بابا وماما؟ ايه. أكيد؟ كيان احنا برنامج عندنا اسمه صندوق شهاب. شو اسم البرنامج؟ صندوق شهاب. صندوق شهاب. يلا بكل صوت صندوق شهاب. صندوق شهاب. عافية. وعندنا أسئلة وهاي الأسئلة بها جوائز كلش حلوة. تريد جائزة للسؤال؟ جائزة. جائزة طبعا. يلا تمد ايدك هسه بهذا الصندوق. زيوني شايل الصندوق وطلع لنا السؤال. جيب السؤال اعطيني اياه. هذا سؤال كلش كبير كبير. تحب الرياضة؟ تلعب قتال؟ يا مو؟ أكيد؟ تحب الكونفو ولا التاكواندو؟ الكونفو ولا التاكواندو؟ كونفو يا جاكشان يا ورح؟ زيوني؟ ورحت؟ وينك؟ وين؟ زيوني؟ بابا؟ بابا زيوني؟ ماما؟ زيوني؟ وين رحت؟
غير تقول هاي تنزل. سؤالنا يقول ما هو أكبر الحيوانات الموجودة على الكرة الأرضية؟ من هو؟ الفيل. الفيل؟ إيه. عافية. زين الفيل عنده خرطوم، شو يسوي بالخرطوم ماله؟ يشرب ماي ويطش على الغابة. ياخذ ماي هو ويرش على الغابة كلها. ونقول ألف ألف مبروك على الجائزة وتستاهل. يلا أعطي جائزة زيوني، أعطي جائزة. شلون وين شلون أشوف؟ زيوني وينك؟ وين راح؟ بابا زيوني. مرحبا، نلتقي بأصدقائي الطيبين الحبابين. رمضان كريم عليكم. رمضان كريم عليك وعليكم. عافية. زين نريد نتعرف عليكم طبعا. شو اسمك؟ بنين. بنين وانت؟ كاظم. عافية. يا صف خامس. خامس يعني شاطرة. تحبي الإنجليزي؟ لا. إنجليزي واللغة العربية؟ أحبها. عافية. أول متوسط. عافية. بطل يعني شاطر ما شاء الله. وتعرف الإنجليزي؟ إي شاطر؟ إي. شلونك بالرياضيات؟ زين. خمسة في خمسة؟ خمسة في خمسة وعشرين. عافية. خمسة في ثلاثة؟ خمسة في ثلاثة 15. 15. خمسة 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 15. زين احنا عندنا برنامج اسمه برنامج صندوق شهاب. برنامج حلو وبرنامج ممتع وبي أسئلة وجوائز كل كبيرة. يلا ريد خلون ديكم بالصندوق وطلعون الأسئلة وراح نشوف بلكي الله سؤال سهل إن شاء الله. يلا عافية. يلا تعال زيوني. يلا تعال صديقي، تعال هنا يمي. سؤالنا يقول، السؤال سهل ركز وياي لأنه راح تاخذ الجائزة. سؤالنا كم مرة ذكرت كلمة رمضان في القرآن الكريم؟ ركز. عافية. مرة واحدة. نقول ألف ألف مبروك على الجائزة. يلا هاي الجائزة لكم وتستاهلون، ويا رب إن شاء الله رمضان كريم وكل عام أنتم بألف خير. يلا يلا مبروك. باي 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 باي. أنت وين رايح؟ تعال يا باي باي. زيوني اليوم راح نصعد على ألعاب. ممنوع تلعب أي لعبة بدون ما تقول لي أوكي؟ بس أنا ألعب. أصدقائي ما زلنا متواصلين واليوم نلتقي بصديقنا، صديقنا الحباب الشاطر. نقول له رمضان كريم علينا وعليكم. عافية. شو اسمك يا بطل؟ حسن خالد. عافية حسوني. شنو هوايتك حسوني؟ كرة قدم. الله تحب الطوبة ودائما تلعب طوبة بالبيت لو بالشارع؟ لا بالبيت. بالبيت. عافية. وما يصير نلعب بالشارع لأنه خطر علينا السيارات وتصير حوادث. لو نلعب بالساحة المخصصة للعب كرة القدم، لو نلعب بالبيت بس مو نكسر الجام. مي. انت مكسر في اليوم جامه لو موقع سندانه شيء؟ ماكو. لا ماكو ابد ابد. يلا ما نقول لماما والبابا، ما نقولهم. ها ايه. اعترف. ها ما مكسر؟ لا. عافيه. يا صف انت ثالث ابتدائي ما شاء الله بصف الثالث. عندنا اسئله كلش حلوه. برنامجنا اسمه صندوق شهاب. يلا اريدك هسه تمد ايدك بالصندوق وتطلع لنا السؤال. يلا عافيه. شو تقول؟ السؤال سهل او صعب؟ سهل. سهل او صعب؟ سهل. اكيد اكيد. يلا قول ان شاء الله يا رب سهل. سؤالنا يقول اول حرف من حرف اللغه العربيه، يا هو اول حرف؟ الباء. الالف. الالف لو الباء؟ الالف. عافيه. حرف الالف هو اول حرف من اللغه العربيه. الف باء تاء ثاء. نقول مبروك وتستاهل كل عام انت بخير ورمضان كريم عليك. يلا اخذ الهديه مالتك. عافيه. عافيه بصديقي. يلا وتروح للبيت تتمرن وتلعب طوبه حتى انت متنزل الكرش مثل مالتي. باي 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 باي. قول كل عام انت بخير. كل عام انت بخير. يلا مع السلامه اصدقائي. كان عندنا حلم كلنا
انه احنا يصير عندنا قناة فضائية خاصة بالطفل العراقي، والحمد لله والشكر انه الله سبحانه وتعالى حقق لنا هذه الأمنية وصارت عندنا قناة اسمها قناة شهاب الفضائية، هذه خاصة بالأطفال والطفل العراقي، وتفرحنا ومعلومات وأسرار وكل اللي تلقونه موجود بهذه القناة. ويا رب إن شاء الله رمضان كريم عليكم وحلمنا تحقق وصار عندنا فضائية خاصة بالأطفال. تعالوا ويانا خلينا نلقى أصدقاء، وإن شاء الله يا ربي رمضان كريم عليكم وكل عام وانتم بألف ألف خير. يلا تعالوا وراي. أصدقائي طبعاً إحنا ندور هسه على مشترك حتى نسأله أسئلة حلوة وياخذ الجائزة الأخيرة. يلا أصدقائي وأحبائي نلتقي بصديقنا، وهذا اليوم عندنا آخر سؤال وبي جائزة كلش حلوة. شو اسمك يا صديقي؟ فهد. فهد يا صف؟ صف الخامس. ما شاء الله، يعني أنت شاطر وسبع. فهد هم تحب الأكل؟ مثلي؟ زين شو تحب ياكل؟ أكثر شيء تمن أحمر ودجاج. يعني هاي الأكلات راح تخليني أعوف البرنامج وراح أقول لماما يسوي لي تمن أحمر وعليه دجاجة. تحب الدجاج؟ أنا هم أحب الدجاج، أحب الدجاج. نكمل البرنامج نروح أنا وزيوني، تجي ويانا ناكل دجاج؟ لا. ليش؟ مو راح أروح أنا. لا حرامات. يلا برنامجنا برنامج حلو اسمه صندوق شهاب، وبي أسئلة وبي جوائز. شو تقول تفوز اليوم لو ما تفوز؟ أفوز. عافية. يلا أريد هسه تمد إيدك بالصندوق وتطلع السؤال. يلا يا صديقي يلا. هذا السؤال كلش مهم، تركز وياي. أوكي؟ يلا سؤالنا يقول من أي اتجاه تكتب اللغة العربية؟ من نريد نكتب، نكتب من اليمنى لليسرى لو من اليسرى لليمنى؟ من اليمنى لليسرى. عافية. من اليمين إلى اليسار. ألف مبروك وحصلت ويانا جائزة، وتجي غير يوم حتى روحانيك بالمطعم نقعد ناكل دجاج وناكل تمن أحمر. أموت على التمن الأحمر. أخذ الجائزة. زيوني باي باي. نصعد نلعب الملاعب؟ يلا ما عندي شيء. اكيد؟ يعني انت ما تريد تكمل برنامج بس تلعب. زيوني وقت اللعب بدا، تعال وراي. اصدقائي واحبائي نتمنى اليوم ان شاء الله ان تكونوا استمتعتوا ويانا بهاي الحلقه المميزه، حلقه حلوه اليوم. الحلقه كانت كلش حلوه. كلش حلوه طبعا. يا رب ان شاء الله رمضان كريم عليكم والصحه والعافيه، وانتظرونا بحلقه جديده من برنامج صندوق شهاب. صندوق شهاب. باي باي. لقد بدا وقت اللعب. ادور يعني على اصدقائنا بلكي القى فريق نسوي في برنامج حلو، يعني معلومات حلوه. ابقى هنا بمكانك، جائزه حلوه. يلا تختار.